السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي المبرمجين، أعزائي في كل مكان، سأقدم لكم دورة كاملة إن شاء الله. ASP.NET MVC ستناول في هذه الدورة الكثير من الأمور الجديدة، وسأبدأ فيها من الصفر. تتناسب جميع المستويات إن شاء الله، سنتعلم فيها الكثير من الأمور التي لن تجدها إلا في مواقع مدفوعة الأجر. إن شاء الله سنتطرق إلى الحديث عن الـ MVC بشكل مفصل خلال هذه الدورة. متطلبات الدورة: SQL Server 2014. إن شاء الله نحتاج إلى SQL Server 2014، وحنحتاج إن شاء الله إلى Visual Studio أي إصدار، المهم أكثر من 2013، 2015، 2017، ويفضل 2017 بروفيشنال، لأنه يمتلك الكثير من المميزات والإمكانيات الرهيبة. هذا بالنسبة للمتطلبات الدورة، وإلمام بسيط بلغة السيكوال سيرفر، قواعد بيانات السيكوال سيرفر، ويفضل تكون على مستوى عالي من او متوسط او مقبول نوعا ما. لغة البرمجة سي شارب، وحنستخدم تقنية الانتيتي فريم ورك ان شاء الله بشكل مفصل. فاهلا وسهلا بالجميع، تابعونا في الدرس القادم.